مع فيروز تألق فيلم وهبي بألحان خالدة ومطبوعة بالذاكرة بمسيرة سفيرتنا إلى النجوم. ألحان خلت الناس تدخل على عالم طربي من خلال فيروز وتكون فريدة، لمجرد أنه اللي بيسمعها بيعرف تلقائياً إنها من توقيع فيلم وهبي. لما رحل عن هالدنيا قدمت له فيروز أشهر إهداء بجملة بسيطة بتختصر كل اللي نقال واللي ما نقال، وكتبت له: كل اللي تركتهم اشتقوا لك، وكل اللي جايين رح يحبوك. يا كرم العلالي من أول التعاونات بين فيروز وفيليمو، علما أنه أول مرة التقوا فيها كانت عام 1945 بسكتش إذاعي هو زيت وزيتون. وبدأ مع مطلع الخمسينات يصير وجود فيليمو أساسي ودايم بسكتشات الإذاعية، إلى جانب نصر شمس الدين وعفيف رضوان وسعاد هاشم وغيرهم، واكتسب بهالأعمال اسم سبع، وأيضا لقب سبع الأغنية اللبنانية. بكرم اللولو في سل مليان انا ايد اسير، حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قصه. فيليمو وهبي مع فيروز متجذره وقديمه وثابته، وعملت فرق بعدد اغنيات بسيط مقارنه بمسيره النجمين، ولكن له مساحه مختلفه وفريده. اطفي العنب حبي حبي العطور مقابين، بدي احكي لك عن حبي وفزعاني احكي لك. بكرم اللولو محطة من الأشهر بالتعاونات مع فيروز، اللي كان له فيليمو حصة دايمة بالتلحين لإلها، بمباركة من الأخوين وسعيهم الدائم لإدراج لحن على الأقل لفيليمو بكل عمل. ريشي فريشي رح أكتب لك بالريشي عسطح العريشي أمرني وبرود بكرم اللولو في سلي مليان أنا إيدا سود. رح أتوقع مع وحدي تكون رخيصة ولقطة ومصروفة قليل وخرطة، ويكون شعرها خفيف شوي تتوفر حلاقة عليه. أول أفلام السيدة فيروز بياع الخواتم نقل هالعمل من المسرح على الشاشة الكبيرة، وكان لفيليمو وهبي دور أساسي فيه بالنكهة الكوميدية لشخصية سبع مثل العادة. ولكن الأهم أنه كان له فيه واحد من أشهر ألحانه مع السيدة فيروز، يا مرسال المراسيل. يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبة، خذ لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي. هالنغمة سهلة وصعبة بالوقت نفسه، فهي موسيقيا ما فيها مدى لحن كبير، ولكن أشبه بإعجاز مغنى. هو بيقول فيليمون دايما أنه أجمل ألحان عملتها بالصيد. هو طبيعة، خلق بالطبيعة، خلق بفرشيمة، بيعشق الطبيعة، والصيد كان عشقه. وبيقول أجمل ألحانه لحنها بالصيد، وحدة منهم يا مرسال المراسيل. كنا كمان بسوق الغرب، بعدني بتذكر يعني نطلع نصيف ثلاثة أشهر ونرجع كفرشيمة. وكان واصل من الصيد معه شخصية معروفة من الشخصيات السياسية بالبلد، يعني كان معه بالصيد، وعزمه على الغداء. قال له: بس بدي استأذن منك خمس دقايق قبل ما نتغدى. قال له: شو في؟ قال له: لحظة. راح جاب العود وسمعنا يا مرسال المراسيل. قال: هيدي لحنتها هلا أنا عم بتصيد. كتبنا ومكة كتبنا ويا خسارة مكة، كتبنا كتبنا ومكة كتبنا ويا خسارة مكة، كتبنا كتبنا مية مكتوب ويا هلا ما جا. عام 66 قدمت السيدة فيروز بمعرض دمشق الدولي مجموعة من الأعمال الخالدة اللي اكتسبت شهرة واسعة على مر السنوات، من بينهم كتبنا وما كتبنا. هاللحن من فيليمون كان ضمن القائمة للأعمال الشهيرة اللي شكلت واحدة من اللمحات الأساسية بشهرة فيروز بالأغنية اللبنانية الحديثة. آخر مرة تلاقينا صافينا وتراضينا.
جايب لي سلام عصفور الجناين، جايب لي سلام من عند الحنان. وبالعمل نفسه قدمت سيدة فيروز جايب لي سلام من ألحان فيليمو أيضا. هاللحن بكل بساطة ما بيموت، وبعده لليوم بيرافقنا وين ما نروح بالألحان التقليدية، وبنسمعه على الطيارات وبالمطارات وبالمعارض وبكل محل عم يعكس الهوية اللبنانية. نفض جناحاته عشباك الدار مثل البريشاته، خب سرار سرار. طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، من ثاني الزمان على سطح الجيران. طيري يا طيارة بعد سنوات محطة جديدة بيدخل فيها فيليمو مع فيروز على اللحن الطربي أكثر من كونه شعبي، كأنه لما بده يلحن لفيروز بده يعطي بعد إضافي وأكبر لمجهوده، وبده يثبت القدرات الفنية اللي بيتحلى فيها قدام صوته. في الموهب اللي كان من عصبة الخمسة بالإذاعة اللبنانية إلى جانب الأخوين وزكي نصيف وتوفيق الباشا، سعي ليكون عم يعطي فيروز ألحان بتكرس البعد اللبناني الفولكلوري اللي عم يرسم من خلالها. عطحوني هي مزيج من الضيعة وتقليدها ولحن الدبكة وجو الفرح وتكريس الموسيقى اللبنانية الحديثة. في شك انه فيلمون ملحن لبناني شعبي صادق، بيعبر عن روحانية هالبلد بألحانه الحلوة، وفي حنين وفي شجو بلحنه كتير، ومطرح ما بيروح بيحمل معه صطيحات كفرشيمة باللحن، بتحس فيه ببلده، بتحس انه عطيك من جو مش غريب عنك. بمسرحية جبال الصوان اللي لعب فيها دور نعوم الهبيلي لحن فيليمو أغنية صيف يا صيف. بهالمقارنة البسيطة بين دور الهبيلي اللي عم يلعبه وبين هاللحن العميق اللي قدمه، بتبين تجليات هالمساحة الواسعة اللي اختصرها فيليمو بحياته بين المزح والجدية وبين الطرافة والعمق. ولكن يمكن أعمق ملحن فيليمو لفيروز وأشهره أغنية فايق يا هوا وموالى الشهير. فايق لما راحوا أهالينا مشوار، تركونا وراحوا وقالوا لاد صغار، ودارت فينا الدار نحن ولاد صغار، ودارت فينا الدار صغار، والهوى جمعنا وفرقنا الهوى. هالأغنية تقدمت عام 1969، وما في شك انه شعرها لعب دور اساسي بشهرتها، نسبة للجرأة اللي فيه
اللي ما بتستفز بالوقت نفسه. وفل القمر عضيعته وفل الدراج وقلك بقاش بكي هو كان يعطي لكل فنان قد صوته وقد ما قدرته. فيليمون المميز فيه انه لما لحن يا امي دولة ابن الهوى واغاني فيروز ويا امي دولة ابن الهوى لصباح وغيرهم، ما بقول لك الفنانين الكبار بمصر يعني عشقوها، من بليغ حمدي لعبد الوهاب لكل الفنانين، يعني كان يلحن الاغنيه الطرب او الطرب الشعبي وبيغنوا لحن غير كوميدي طبعا. ليلي بترجع يا ليل وبتسأل عالناس وبتسأل يا هالليل كل واحد منك. بعد بسنة وبمسرحية يعيش يعيش قدمت فيروز ليلي بترجع يا ليل اللي كانت من الألحان الأحب لقلب فيليمون نفسه. هالأغنية الطربية الثقيلة فيها أيضا الكلام الحسي ومعاني الحب والعشق بكتير من الرصانة وبنغمة فيليمون الطربية اللي ما فجرها إلا مع فيروز. زهر القناطر فتح هالميل وهالميل اغب لك شي ليل يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل. من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني، من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني، يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني. بمرحلة معينة بتمثل من عز النوم أعلى مراتب الطرب اللي التقوا من خلالها فيليمون وهبي والسيدة فيروز بتعاونهم. عمل متقن بكل تفاصيله، بينقل المستمع لأعلى تجليات الطرب الممكنة ليكون للهجة اللبنانية محطات طربية ما بتقل أهمية عن الطرب الجاية من مصر بالفصحى وبالقصائد. مشلوحة على بحر النسيان فرق من النوم وكل شي كان وجهك ما كان فارقني وجرب أسبح وغرقني. دار دوري فينا ضل دوري فينا يا دار دوري فينا ضل دوري فينا تينسوا أساميهم وننسى أسامينا. ولما نقول يا دار دوري فينا يعني كمان عم نحكي عن جو الشعر اللي بيلامس الجسد من دون ما يذكره وبيعكس العلاقة من دون ما يذكره. وفيليمون كان أفضل من قادر يلحن هالأشعار ليخلي النغمة كمان تكون حسية لأقصى الحدود وتخلي المستمع يفهم الشعر من دون ما حدا يشرح له إياه. وبتبقى من أشهر التعاونات بين فيروز وفيليمون أغنية على جسر اللوزي. لافت أنه فيليمون نادراً ما لحن لفيروز على أنغام غير شرقية، فكانت المقامات اللي بيقدم فيها ألحانه إلها شرقية بشكل خاص تعتمد على الربع صوت، رغم أنه منه متعلم موسيقى وكل ألحانه بالفطرة.
أنا خوفي من عتم الليل تعاون مختلف بالجو الطربي نفسه ومحطة متجددة لفيليمو على صوت السيدة فيروز اللي كان عنده حب كبير لفيليمو ألحانه، لعلمة أنه لما يكون عم بيلحن له بيكون عم بيعطيها اللي ما بيقبل يعطيه لحن. يا حبيبي لا تغيب كتير تتأخر ليلي، ما بدي هدايا حرير أزوار عيني. فيروز دائما كانت تظهر بمظهر شوي رسمي على الكاميرا، هي بالعكس تمام، هي إنسانة طيبة كتير ومهضومة كتير. طبعا أنا برجع بقولها وبعيدة 100 مرة أنه أنا كوني في ابن فيلم موهبة كان إلي حظ كبير أنه أتعرف على الست العظيمة. وفيروز علاقتها كانت يعني حبها لفيلم موهبة عن جد فينا نقول مميز. وأكبر دليل أكيد هي وأخوين رحباني أنه فيلمون الوحيد كان يلحن لفيروز، ولا فنان دخل على هالخط هيدا ولحن لفيروز إلا فيلمون. كان يعملها بكل مسرحية غنية، كل سنة عندها غنية أو اثنين، وكل الأغاني تغنيهم من كل قلبها قد ما بتحب ألحانه وبتحبه لأله. بعد وفاته كلمة قالت لي إياها وما بنسيها أبداً، قالت لي ما في يوم بيروح من بالي بيك، في اللي موهبي ما بيروح ولا يوم من بالي. عام 1982 ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان قدمت السيدة فيروز واحدة من أشهر الأغاني اللي سكب فيها فيليمو كل حسه الوطني للجنوب اللبناني، وهي أغنية أسوارة العروس. الأغنية من شعر جوزيف حرب، وهي تكريم للجنوب اللي دفع كتير أتمان على مر السنوات. بليل وشتي من أشهر الأعمال اللي قدمتهم السيدة فيروز من ألحان فيليمو، مع العلم أنه بعض هالألحان ما سمعهم فيليمو بصيغتهم النهائية بسبب وفاته قبل إتمامهم. وكانت هالأعمال تكريس لوجود فيليمو بمسيرة السيدة فيروز، وصولاً لتكريس ألبوم كامل من ألحانه لألا. أنا عم بشوف أنه هلأ الأغاني عم تاخد حق أكثر وقت نزلت، يعني مثلاً أسطوانة ذهب أيلول أو ليل وشتي أو يا رايح عم ياخذوا حقهم هلا اكثر. يعني هول الاغاني هالقد الغميقه العميقه بالهيدا مش بسرعه تنفهم وتضرب. طلع للبكي نحن وقاعدين لاخر مره سوا وساكتين، طلع للبكي نحن قاعدين لآخر مرة سوا وساكتين بعيون. من الأغاني اللي لحنها فيليمو للسيدة فيروز أيضا طلع لي البكي، هي من الأحب عند الطرفين وملحنة على مقام الحجاز اللي المدى اللحن فيه محدود، ولكن فيليمو أكسب فرادة تثبت تميزه الدائم على صعيد اللحن. شهر أيلول تحت الشبابيك
ذكرني ورقه ذهب مشغول ذكرني فيه ذكرني فيه. وكل سنة بس يرجع أيلول مش ممكن ما نتذكر أغنية ورقه الأصفر اللي صارت مرادف لهالفترة من السنة بالدفى اللي بتعكسه. وبمكان معين بعد رحيل فيليمو صارت الأغنية تذكر فيه هو مثل ما الغنية بتقول. رجع أيلول يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. ورقه الأصفر كان أول تعاون مقلت أول تعاون هو فيروز لوحدهم بأربع أغاني ألبوم أربع أغاني. وكان مسافر على أمريكا عند خيي ربيع، كان ربيع عم بيدرس بأمريكا وراح ليزوره هونيك، وكان يروح على الصيد هونيك كمان بأمريكا ياخدوه على رحلات صيد. كمان بالصيد بلش بالمطلع وبلش يلحن أغنية ورق الأصفر، يعني كمان جو أمريكا وحاله وخصوصا الصيد أكيد يعني. ويا رايح صوب مشرق شرق ما بو ربيع، يا رايح صوب مشرق راحوا يرعوا غنمهن والعشب فوق ضلوعي. يا رايح هو عنوان الألبوم اللي تقدم من ألحان فيليمو بالكامل، وهالأغنية من شعر طلال حيدر اللي كتبها بليلة من ليالي الاجتياح الإسرائيلي لبيروت خلال وجوده بالملجأ مع زياد الرحباني وفيليمو وهبي. فكانت الأغنية نوع من مقاومة لتخطي حالة الحرب اللي كانوا عايشينها. بس اللي ما عرفوا طلال حيدر وفيليمو انه زياد الرحباني سجل اللحن على مسجلة من دون ما حدا يعرف، واستعادوا بعد سنوات طويلة مع انه طلال نسي الشعر وفيليمو نسي اللحن بوقته. قالوا لي اني عشقان واني مش دار بحالي بين الصاحي والغفيان المحت خيالك جبالي. أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها وشو افتكروا فينا. أسامينا من الألحان اللي سجلتها السيدة فيروز بعد رحيل فيليمو وهبي، وهي من ثلاث أغاني دخلت الاستوديو لتنفيذهم تكريما لإله لضمهم للألبوم التكريمي اللي ملحنه بالكامل. أسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني أسامينا أسامينا. لما عالباب يا حبيبي نتوقع بيكون الضوء بعد شي عم يطلع. لما بيكون الدور بعد شي عم يطلع وقف طلع فيني ما بقدر احكي وقف طلع فيني ما بقدر احكي وخافت وداني. وضم الألبوم أيضا أغنية لما على الباب، وكان هالألبوم بيتضمن التكريم الأهم من السيدة فيروز لفيليمو وهبي من خلال إهداء له بعبارة كل اللي تركتهم رح يشتاقوا لك وكل الجايين رح يحبوك. وبحب شعره وخطاباته وتمثيله وشكله وقت اللي بينسى هو عم بيسمعني اللحن. فيليمون خلق ضد الفشل، بس أنا بعرف فيليمون اللي جوا كمان حساس كتير وحزنه هو اللي بيخلق ألحانه مش ضحكه. يا رايح منهم مديت إيدي وسرقت لأنك إلن رجعت إيدي.
يا ريت منهم من آخر الألحان أيضا اللي قدمهم في ليمون وهبة للسيدة فيروز. وهالعمل بيحمل ينعمل دراسة معمقة بين الشعر واللحن فيه، فاللحن ما بيمتثل لقوايف الشعر ومعنيه، ولكنه بالوقت نفسه ما بيقل أهمية عنه، ليكون باختصار تجربة متكاملة على مدى 30 سنة من التعاون المشترك بينهم. عذاب الاشياء كلها ما كنت.